يعني تحية لكم لمشاهديكم. ما في شك يعني ملف المخدرات مهم جدا لسوريا وللشرق الأوسط ولكل الأهالي المتضررين من هذا الملف، لكن أيضا مع المدخل لهذا الملف كل التطبيع الذي ربط أموره بملف المخدرات هذا مؤلم بالنسبة للشعب السوري. الشعب السوري تعرض لمذبحة حقيقية، ونصف سكان سوريا مشردون في أنحاء المعمورة، وجزء كبير منهم في المخيمات، وجزء كبير منهم مخيمات إن كان لبنان أو الأردن أو الشمال السوري أو حتى دول أخرى من دول الجوار. أعتقد بأن المشكلة أكبر من مشكلة مخدرات، وربط المشكلة السورية فقط بالمخدرات وإنتاج الكبتاجون هذا تصغير لحجم الألم الذي يعني تعرض له الشعب السوري. بجميع الأحوال إن مسار التطبيع العربي بداية الذي حاول أن يفتح الأبواب لنظام الأسد واضح بأنه وصل إلى طريق مسدود، وهو يدرك قبل أن يفتح هذا الباب بأن نظام الأسد لا يتعاون لا سياسيا ولا إداريا ولا حتى أخلاقيا مع أي ملف ممكن في المنطقة. هو نظام لا يمتلك قراره، قرار لدى الإيرانيين والقرار لدى جزء منه لدى الروس أيضا. أيضا عن ذلك هو نظام عصابة، نظام العصابة لا يمكن التفاوض معه بطريقة سياسية أو بطريقة إدارية أو بطريقة سلمية. نظام العصابة يفكر بعقلية مختلفة عن تفكيرك وتفكيري وتفكير الدول الطبيعية في المنطقة، وعلى ذلك مطلوب من الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر حزما. لا يكفي فقط أن نعلن في مجلس الأمن بأننا يعني ضد التطبيع مع نظام الأسد. دول المنطقة لوحدها غير كافية لمحاصرة نظام الأسد، يجب أن يكون القرار الأمريكي أكثر صرامة وأكثر حدة تجاه نظام بالأساس هو جبان. النظام الذي يتمادى ويتطاول على شعبه المدني العزل هو نظام جبان، لذلك أي تلويح لهذا النظام بشكل مباشر بأنه مقبلين على إنهائه من قبل الولايات المتحدة أو أوروبا حقيقة تتغير كل المعادلة. ما زال ملف التطبيع، شكلت اللجنة العربية للتشاور مع نظام الأسد سابقا بعد القمة السعودية أكثر من جلسة جرت، فوجدوا بأن كافة الجلسات انتهت إلى لا شيء، لذلك توقف عمل اللجنة العربية. لاحظنا أيضا في مؤتمر القمة السابق كيف أن رأس النظام السوري بشار الأسد جلس صامتا، أي أنه ممنوع حتى من الكلام. هذا يدل بأنه لا يوجد له منافذ ليكون داخل المنظومة العربية، فكيف بنا سنجد له مداخل للمنظومة الدولية؟ حتى عندما أراد الطليان فتح سفارة جديدة لهم في دمشق وتنشيطها لاحظنا بأن هنالك محاصرة لهذا القرار أوروبية بشكل خاص وبشكل عام. أن الأوروبيين طبعا القرار الأساسي في أوروبا للدول الكبرى المؤثرة اقتصاديا كفرنسا وألمانيا وحتى بريطانيا طبعا، وأنا بعيد عن الاتحاد الأوروبي، لكن داخل الاتحاد الأوروبي أقول بأن القرار للدول التي تمتلك اقتصاد قوي. إيطاليا لا يمكن أن تحتمل النظام السوري ولا يمكن أن تنهض بالنظام السوري، قد تكون هي رسائل محددة لفتح السفارات لكنها ليست بعيدة المدى. ولا أظن بأن أوروبا قابلة لأن تعيد تأهيل هذا النظام بشكل أو بآخر، وروسيا تهددها من الشمال الجغرافي ومن البحار المحيطة في أوروبا، ووجود أيضا روسيا في الشمال الإفريقي في بعض الدول وفي صدر المتوسط في سوريا. هذا يزعج أوروبا ولا ييسر أمرها، وسابقا جرت حروب تاريخية عبر القرون الماضية بسبب المياه الدافئة، فكيف لروسيا أن تتموضع هنالك؟ أعتقد بأن مسار التطبيع مع نظام الأسد الآن الذي ظهر من خطابات المفوض الأمريكي أو السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أو نائبه، أعتقد بأنها هي رسائل هامة لا شك، رسائل بالحديث دائما تضع سيد الملف حافظ، السوري يعني اعذرني على في المقاطعة، المقدمة. عن المقاطعة عذرني عن نعم المقاطعة، يعني بالحديث عن الرسائل حضرتك تفضلت بأنه لا يكفي الانتقاد، الرسائل بما أنه الانتقاد هو لا يكفي وليس له أي تأثير، وكما يقال بالعامي فضت عتب، يعني اليوم إذا كانت هذه الانتقادات أي رسائل نفهمها أو أنه هو مجرد كلام، لأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنه العقوبات ستظل قائمة، أي رسائل نفهمها؟ ماذا يعني هذا الانتقاد في هذه الظروف؟ بالتأكيد نحن ندرك تماما، من يعمل بالسياسة يدرك بأن الولايات المتحدة بالنهاية القرار للولايات المتحدة، عندما تشاء الولايات المتحدة أن تنهي ملف تستطيع خلال ساعات أن تغلق هذا الملف تماما، كما جرى في انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 29 سنة من احتلال هذا النظام للبنان الشقيق بتليفون واحد خرج الجيش السوري دون ضربة كف واحدة. ندرك طبعا الملفات الحساسة كيف يمكن أن تدار داخليا وخارجيا. على ذلك طبعا هي التطمينات للشعب السوري المكلوم جيدة بأن الملف السوري ما زال هنالك موجود على الطاولة بشكل أو بآخر، وأن العقوبات دائما تتجه نحو هذا النظام السوري ليبدأ بحل سياسي. لكن أن تطلبي من مجرم حرب يدرك
المشترك بأنه هو مجرم حرب أن يذهب باتجاه حل سياسي، هذا أيضا نوع من الضرب بالماء. يعني لا هو يعني لا يوجد له قرار حقيقة سوى التسويف وسوى الوعود ثم الوعود ثم الوعود، وتمضي السنوات على المكلومين والمجروحين وهم ما زالوا على نفس الألم. حقيقة الملف السوري معقد ومتشابك مع دخول عدة دول إلى الساحة السورية. على الأرض أصبحت موجودة عدة دول وعدة احتلالات وعدة جيوش، إن كان من التركي أو من الإيراني أو من الروسي أو من الأمريكي أو ولا ندري، أيضا الإسرائيلي في الجو، وعلى الأرض أيضا أحيانا يتدخل. وندرك أيضا بأن هنالك إمارات أصبحت عبارة عن دول بشكل أو بآخر، شئنا أم أبينا، نلاحظ بإدلب هنالك حكومة تقوم بمهمات أي حكومة ما، وإن كانت بطريقة البلطجة وبطريقة العصابات وبطريقة الإرهاب، هي حكومة إرهاب بالتأكيد، لكنها هي أصبحت أمر واقع ويتمدد. ولا ندري ما كيف تغذي المدارس والتعليم وسلوك المجتمع داخل إدلب، وأيضا الذين يعتبروا رهائن داخلها هم اللاجئون السوريين النازحون من بقية المناطق السورية القابعون تحت يعني سلطة الجولاني في إدلب، هم رهائن حقيقة لا حيلة لهم. كذلك أيضا نجد الفصائل هنالك في الشمال السوري تقطع مقاطعات لها ولا تتصرف بحوكمة أو تطمئن الشعب السوري بأننا قابلون لنبني دولة مدنية حضارية حقيقية وأن دماءكم لن تذهب عبثا. أعتقد بأن الملف السوري أصبح معقدا، تأتي التطمينات الأمريكية فقط هي رسائل دولية أكثر ما هي رسائل داخلية، لأن أمريكا حاضرة في الملف السوري عندما تشاء وتستطيع أن تعرقل عندما تشاء، لكن نحن أيضا من هذا الملف نطالب الولايات المتحدة بأننا نحن شعب مسالم، شعب نتطلع إلى الحرية، نتطلع إلى الانتماء إلى الحضارة، نتطلع إلى أن نبعد ملف المخدرات والجريمة والمتاجرة بالبشر وما إلى ذلك من جرائم، ونتطلع أيضا لأن نعيش بسلام مع كافة الدول الجوار. نحن شعب حضاري في سوريا، نتطلع لأن ننشئ مجتمعا مدنيا يشارك في بناء الحضارة الإنسانية، ونريد من الأمريكان والأوروبيين أن يمدوا لنا يد الصداقة ويد المعونة الحقيقية وليست الشعارات. طيب يعني أعود للنقطة الأولى التي ذكرتها في البداية، بأنه كل الاهتمام الأمريكي اليوم ورفضه لهذا التطبيع منصب بمسألة ملف المخدرات، رغم بأنه في عدة ملفات أخرى متعلقة بالمسألة السورية. كلنا نعرف لماذا جاءت العقوبات الأمريكية على سوريا وسببها، وإلى الآن الحكومة السورية لم تغير من سلوكها. هذا تغيير في الخطاب الأمريكي الذي طالب بتغيير دمشق لسلوكها، وإلى الآن لم يتغير. لا أعرف إذا كان الموضوع مرتبط كثيرا بهذا السياق او لا، ولكن يعني قرات في مكان ما او على احد الشاشات خرج يعني احد المقربين من الحكومه السوريه وقال بانه سيكون هناك في الفتره المقبله سيكون هناك عفو كبير لم تشهده سوريا في تاريخها. الى اي درجه اذا حدث هذا الموضوع قد يؤثر على مساله الانتقادات الامريكيه؟ نعم، من صرح بهذا الكلام هو سفير سوري سابق في تركيا، هو نضال قبلان، حقيقة هو ينتمي إلى هذه العصابة، ولا يمكن الأخذ بكلام شخص ينتمي إلى عصابة بأن هناك وعود حقيقية. العصابة لا تعطي وعود لأنها بالأساس هي تتصرف بعقلية العصابة. عفوا عن ماذا؟ هذا اعتراف ضمنا إذا أخذناه بأن هناك معتقلين بعشرات الآلاف، عندما يقول بأنه هو أكبر عفو في التاريخ منذ استقلال سوريا حتى الآن، هذا يعني بأننا نحن أمام نظام مجرم هناك يحتجز مدنيين أو مختفين قسريا داخل سجون هذا النظام بالآلاف. هذا يعني هذا هنا مربط الخيل، هنالك اعتراف حقيقي وليس اعتراف إيجابي. هذا واحد. اثنين، هنالك خلال الأشهر الماضية الكثير من أهالي المعتقلين والمفقودين تلقوا رسائل من النفوس بأن أبنائهم قد قتلوا خلال السنوات السابقة بسبب أو بآخر داخل السجون، وذهبوا بعض منهم لاستلام حاجياتهم. الآن نحن عفو عن ماذا؟ عفو عن اللاجئين في الخارج، وهو يكذب عندما يقول بأن بعض اللاجئين عادوا إلى حظيرة الأسد وعادوا إلى النظام ولم يتعرض لهم أحد، ونقل ذلك عن وزير الداخلية. ما شاء الله، وزير داخلية النظام أصبح مرجع حقيقي ومرجع نزيه. وزير خارجية النظام هو أحد مجرمين هذا النظام وأحد الذين وثقت بحقهم أيضا قضايا إجرامية. أعتقد بأننا هنالك وثائق لمنظمات حقوقية نزيهة دولية وأسرية توثق بأن هنالك عدد ليس بقليل من اللاجئين عاد من لبنان، فأعيدوا أيضا من الحدود السورية من وطنهم وعيدوا إلى لبنان ومنعوا لهم، وأيضا كانت ترحلتهم السلطات السورية. أيضا الحواجز الجيش السوري على الطريق بين بيروت ودمشق اعتقلت عدد من الشباب، وأيضا حتى الآن مختفون وبعضهم سلمت جثث إلى ذويهم خلال أيام.
خلال أيام، وهذه وثائق وليست معلومات وليست نعم يعني عواطف، بمعلومات عواطف. أعتقد بأننا هذه التصاريح التي تنشأ عن النظام لا يمكن الوثوق بها، حتى لو أصدر عفو. أنت تصدر عفو، أنت مجرم وتصدر عفو. الشعب السوري هو الذي يصدر عفو عن هذا المجرم إذا أراد الشعب السوري أن يحاكم أو أن يصدر عفو عن هذا المجرم. أعتقد بأننا أمام معادلة معقدة حقيقة. لا أثق بما يصدر عن وسائل إعلام النظام، لا أثق بما يصدر عن مسؤولين النظام، لا أثق بكل من يصدر جملة عن بأن هذا النظام يمكن أن يمد يده. هذا النظام وعد الكثير والكثير للشعب السوري، لكنه لم يصدر سوى الآلام والمشاكل والجرائم تجاه الشعب السوري. نظام لا يملك أصلا قراره، على ذلك لا يملك اقتصاد ليدير هذه الدولة. ثم أن أفرع المخابرات، الفرقة الرابعة، بقايا الجيش عبارة عن كتل متفرقة عن بعضها، وتمتلك إرادة العصابات والسرقة والنهب، إن كان عن طريق الحواجز أو عن طريق القرارات الأمنية أو مراجعة أماكن خروج الوثائق الرسمية، إن كان في النفوس أو في الجوازات أو ما إلى ذلك. هذه التركيبة داخل سوريا لا يمكن أن نثق بوعودها بأن يمكن أن تعطي عفو، أن تعطي عفو وأن تعين فرضا على سبيل المثال في محافظة السويداء. كيف لنظام يعين محافظ هو بالأساس خلفية أمنية، خلفية مخابراتية، وهو مجرم حرب؟ كيف يمكن أن أثق الآن وهذا نظام قبلها من السويداء؟ كيف يمكن أن يقبل نظام قبلان أن يكون محافظ مدني للسويداء هو ضابط مخابرات؟ هل هذا يعني أن نخرج عفو من هنا ونضع ضابط مخابرات ليدير أمور الناس؟ أعتقد بأن القرار وإن جاء من نظام قبلان أو غيره من المسؤولين السوريين أو من كانوا مسؤولين سوريين، لا يمكن الوثوق به، لأنه لا يمكن الوثوق بهؤلاء الأشخاص أيضا الذين يعطون مثل هذه المعلومات. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من ستوكهولم، الكاتب الصحفي حافظ قرقوت، شكرا جزيلا لك.